قيد رئيس النجم الرياضي الساحلي، اهم سؤال يتداول في الشارع الرياضي بالنسبه ليانصار النجم، البوليميك اللي صارت بين سي خالد وبين كراوس. اول سؤال يعني ما تراش الاجواء، ربما اجواء الحوار داخل الهيئه نطق رسمي اللي ما شفناهش يتكلم بصراحه، شفنا الفيس بريزيدون قال حاجه، الرئيس قال حاجه، يعني هذا حسب رايك لشو يعود؟ والله ما يعود حتى شيء. ساعه البوليميك ماهيش ما بين كراوس وخالد بن ساسي، بوليميك معناتها والله ايش باش نقول لك، نحكي لك على التاريخ كيفاش بدات الحكايه. صرحنا في وقت سابق اللي نجم الساحلي معناتها حاجته اولا حاجته بمانجر جنرال، مانجر جنرال هذه المهمه نتاعه تكون باش يحط معناتها الخطوط العريضه وباش يبني فريق المستقبل، نوعيه اللعب المستقبليه، وقلنا باش يعمل الكونسيبت هذا اللي نحبوه، فهمت، الميزون بلاس دو سو كونسيبت والميزون بلاس دو سو بروجي. والمانجر جينيرال هذا كان قلنا له ايجاراني ليكيب سينيور نتاع ليتوال راهو رفض. اسمع ما عليكم الا تطلعوا ايش صار في السيت انترنت في المانيا، في اسبانيا، في النمسا، وعندك في جريده نتاع كوره نتاع كيكرس هذه، وتشوفوا كيفاش باهتين الصحفيين اللي بيرن كراوس جاء لتونس وبشراني فريق من تونس اللي هو ليتوال، فهمت؟ سمعني سي حافظ، قيمة المانجير معنا حتى شك فيه، اما الحاجة الغريبة انه في العقد نتاعو الصفة مدرب مش مانجير. الاشكال هو مش من المانجير جنرال. لا سألت كاتب العام قال لي راهو ما نجموش نحطوا مانجير على خاطر في النصوص نتاع الفيدراسيون معناتها ما فماش لو تيرم دو مانجير، ما نجمش يقدم عقد قد في يوستو مانجير، دونك قدم عقد كما معمول به ممرن، ما في حتى قصد العقد هذا توضيح، ولا يعطيك صحة في السؤال هذا توضيح في العقد، ما كناش نجموا نصوا على صفة مانجير جينيرال، فهمت؟ احنا باش يبدا العقد اومولوغي بار لا فيدراسيون، قال لي الكاتب العام لازم يتحط فيه اونترينور، داكوردو، وهذا ما صار فعلا. اما كما قلنا احنا جينا باش نبنيو معناتها فريق كبير وباش نعملوا مدرسه نتاع كوره وباش نبنيو الفريق على قواعد علميه، معناتها ماناش جايين باش نتلاهوا بالسينيور ونلعبوا على التيتروات في السينيور، بلاش مشروع رياضي، يلزمنا مشروع في النجم الساحلي باش نتهناو على الفريق نتاعنا، يلزمنا مشروع. وعلى هذا الاساس كان تفتوا قلنا جبنا مسيو بيرن كراوس. اللي صار كونه مسيو بيرن كراوس جا لسوسه تفرج على مقابلات معناتها في سوسة مع الفكرون، مشى لدبي مع الفريق، وشنو اللي صار؟ صار اللي سي شكري العميري اتصل بيه، وكل نهار يتصل بيه صباح وعشية وليل، قال لي راهو الممرن قاعد يدون في ملاحظات وما ملاحظات ودرا شنو، وراهو معناتها الكيفية الانديسيبلين نتاع الملاعبية هذا لي رومارك نتاعه هو هذا نواجهه وحقق الحق، بيسكو تو نرجعوا من بعد الحكايات هذيا في الممرن خالد بن ساسي بيه في علي في الجو في كذا، فهمت؟ وقال لي الممرن الالماني هذا يحب ياخذ اوما معناتها ليكيب سينيور. قلت له سي شكري نمشي معاك ونسميه بيرن كراوس، ولكن مش بالطريقه اللي يتصورها هو ولا عملها هو، بالطريف نروحوا لسوسه نعملوا اجتماع في سوسه ونتناقشوا فيه مع خالد بن ساسي ومع بيرن كراوس ان هي الافضليه، ونتناقشوا بيان سور في الكونت روندو اللي باش تعطيوه لنا، تفهم فيها؟ هذا ما صارش. وعندي الاثباتات، عندي دي اس ام اس بعثتهم له كوم كوا ميون بورتافو كوم كوا كوم كوا كوم كوا، معناتها بالحجج مش ما راني اللي سي شكري العميري 7 متاع الصباح بتوقيت دبي، معناتها 4 متاع الصباح بتوقيت سوسه. باهي 4 متاع الصباح اني ما عندي ما نعمل، ما رقدتش الليل باش نخرج خالد بن ساسي، هذا مش معقول. دونك 7 متاع الصباح 4 متاع الصباح توقيت سوسه، الرئيس يعلمه باش هو يعلم خالد بن ساسي كيف المزروبين، احنا معناتها سي لا فان دو موند، لازم 7 متاع الصباح يعلموا هما ماشيين يعديوا اخر ماتش نتاعهم، معناتها ماشيين في الكار باش ياخذوا الكار ويمشيوا للمقابله، فهمت؟ ومن بعد سي شكري معناتها يروح لسوسه ونعلموه اللي فما اجتماع، واجتماع باش نتناقشوا فيه هالكونت روندو هذا اللي لونترونور خالد بن ساسي ماهوش كفء معناتها باش يراني ليتوال واللي ديسيزيون باش يكون بيرن كراوس هو الممرن، فهمت؟ دونك في الريونيون هذه ما جاش، لا جا هو لا جا سي فؤاد قاسم. سامحني سي حافظ، هل ترى السكري العميري يعني توا كي نحكيو يارشيكمون يعني اداريين وسلطه رئيس نادي نائب رئيس، هل ترى انه تخطى الحدود ربما باش يقوم بالعمليه ذي يعني قبل ما يصير اجتماع ولا استشاره ولا؟
ما يجيش معناتها شكري الأمير يتسرع في الإدلاء ساعة بتصريح الجورة اف ام في دبي. فات الرئيس نتاعو تفهم فيها، فات الرئيس نتاعو، مش معقول يا اخويا. لو فرضنا الرئيس نتاعك قال لك تفهم فيها، فاش قام انت ماشي الجوهره وماشي للممرن وماشي كذا، فاش قام؟ ولازم في دبي نعلو شبه هي بروف دو فورس، ماشي بروف دو فورس. نروحوا لسوسه يا سيدي الرئيس، قال له الرئيس غلط، ما يقول له سيد الرئيس راك غلط وما يجيش هكا، مش توت سويت يمشي الجوهره فام وتوت سويت يعمل دي ديكلاراسيون معناتها في الجرائد مستعجل باش يقول الخبر هذا، ومش معقول. نورمالمون بتاريخ ونورمالمون حضاريا نتعاملوا مع خالد بن ساسي، خاطر خالد بن ساسي زاد يلزمنا نسمعوه، مش باش تعمل انت رابور نتاعك ولا كونتروندو كاكو بارزمك تسمع الممرن. وفما راهو فما ان كوتي هيومان زاد في الحكايه هذه، شنو احنا لهنا جايين نهزوا نلتخوا نحيوا ونردوا ونرجعوا كذا، مش معقول هذا. فهمت؟ فما ان كوتي هيومان ونحترموا العباد انسانيا، خاطر العباد هذوكم يساجي دو مستقبلهم كي طون جو، يساجي عندهم عائلات، ما زلناش معناتها نطيحوا لهم مقدارهم قدام عائلاتهم. وهذا يتعمل في اجتماع ونقنعوا، كان احنا مقتنعين بشيء باش نعملوه، نقنعوا الممرن اللي وجوده في النجم الساحلي معناتها زايد. فهمت كيفاش؟ سي حافظ سامحني، كانت الثمانيه في يعني حل الهيئه المديره اذا استقال سي قاسم وثم حكيت سي درويش، يعني في الاخير سي قاسم كان باش يستقال ثم تخلف على استقالته وقرر مواصله المسيره مع نجم الساحلي. والله شوف احنا فريق كبير، فريق كبير هذاك علاش حاط تقول لي فريق كبير وانتدابات عديده، يعني نورمال ما يصيرش هذا، يعني خاطر في صلب الهيئه المديره هذا. بيان سور فريق كبير وانتدابات كمان هكا، نورمال رانا شيخين، رانا شيخين ونستناو بكل شغف في الروبريز، الروبريز نتاع الشامبيونا، ورانا بكل شغف نشوفوا في الشيء اللي باش يجيبوه لنا جديد الممرن. وبدا يخدم نبيل طرابلسي هذا الاجواء نتاعو، نهار طلع حد في الجونيور والاسبوار في تونس مع المرسى عطاه متى باش يعمل تقارير، منذ الكباير حاضر وكل شيء باش يعمل تقارير باش يشوفوا كونستا سور ليتا دي ليو، معناتها خدمه علميه راهو. رغم نحترموا خدمه سي منذر الكباير، ولكن احنا شنو سي منذر الكباير استدعيناه وعملنا فطور مع سي منذر وسي خالد ولونترينور بيرند كراوس باش قربناهم لبعضهم، وفيهم معاهم نبيل طرابلسي، هذوما باش يخدموا سمبيوز وباش نشوفوا جميع الافكار ممكنه. قلنا احنا لما لا النجم الساحلي للعالميه، ان شاء الله نبداو كونفورم معناتها للعالميه، ماناش يلزينا من التخلف ويلزينا من الكذا. نورمالمون كي حبيت نقصد اني فريق كبير، نورمالمون سي شكري العميري ولا وسيدي لو فرضنا، واحنا حتى في الديكلاراسيون نتاعي ابريل دريوني ايش قلت؟ قلت سيدي قلنا الهيئه غالطه، عمرنا ما خرجناه هو غلط احترام لشخصه، قلنا الهيئه غالطه. دونك وقت اللي نقولوا الهيئه غالطه يا ودي تجي تحضر انت، تجي تحضر وشنو وسا باس وسا كاس، اما تنحي خالد بن ساسي ولا جو ديميسيون، هذا هو المستوى نتاعنا، هذا المستوى نتاع فيس بريزيدون نتاع بريزيدون سيكسيون فوتبول، هكا تعمل الامور اما هكا ولا هكا، هذه امور ماهيش مقبوله. بالنسبه لسي فؤاد قاسم زاده ماهوش مقبول وغير منطقي باش ما يحضرش في الريونيو، معناتها قعدنا انا وسي مهدي العجيمي حاضرين، معنا الكاتب العام، معنا بورت بارول، معنا الادمنستراتور جينيرال، ومعنا الاستاف تكنيك، ويا ريت كان سي فؤاد وسي شكري كانوا حاضرين. واحنا شنو احنا؟ احنا عائله، تي ثلاثه من الناس يا رسول الله، تي حتى ماناش متفاهمين يا خويا، ماناش متفاهمين ونمشيو بالراي الاصلح، تفهم فيها. وربما كان جاء وشد صحيح في بيرند كراوس وما بيرند كراوس، واقنعنا اللي بيرند كراوس معناتها هو كي شد ليكيب معناتها خير من خالد بن ساسي والفاوت خير، ربما رانا مشينا معاها. ما زاد ماهوش معقول باش نجيبوا اونترونور كونفيرمي ونضحيوا به في ريزولتا ولا اثنين ما يمشيوش معاه، فهمت؟ يولي دهور دهور وديجاج. ما ننساوش معناتها الاونترونور المان هذا يلزمو وقت، يلزم وقت نتاع انتجراسيون، وقت نتاع ادابتاسيون، وقت نتاع ريكونيسونس دي ليو، يلزم يشوف الظروف اللي نخدموا فيها، يشوف العقليه نتاع الملاعب التونسي، يشوف الوسائل نتاع الخدمه نتاعنا، يشوف خدمتنا ساعه كيفاش قاعدين نخدموا، اذا نخدموا على حاجه صحيحه، قاعدين نخلوا تفهم فيها. هكا نجموا نضمنوا له معناتها حظ اوفر باش في البقاء في النجم الساحلي. وبربي نزيدك شوف جون فرنانديز كي جا ما عملش عام ولا اقل وجا على برا، جيرنو ثرور جون فرنانديز شوف من بعد مشى لا اله الا الله محمد رسول الله، معناتها اوكسير يضر لي وتوا في نونسي تفهم فيها، وما نعرفش قبل اوكسير وين كان، والله ما نستحضر فهمت، الله يجاوب لي.
دونك هذا فيما يخص جون فرنانديز. غيرنو ترور اليوم راني في الجابون، مهمه بازداريفيتش راني في سوشو، تفهم فيه هذوما الكل جاو ديريتوال، برنار سيمون دي راني في الخليج، معناتها هذوما الكل ما قعدوش وما طولوش في الاتوال، خاطر ايش؟ خاطر مطبق بيت هامبرغ اللي هو فالور سور زاد، مطبق البيت النار، مطبق البيت النار ما تاكلش. يلزم وقت اللي يفهمونا يعرفوا عقليه نتاعنا، ومن بعد تبارك الله فهمت ببال مفتوحه. Orange.